تبينك والله جايكم تفرز عندها فرح الله يا سجانة. هذه مبادرة عبر سبيل، إطعام عبر سبيل، هذه السنة الثانية على التوالي اللي تقوم جمعية مجهزي ومهني الصيد البحري ولاية عنابة بقيام بهذه المبادرة، والتي تبدأ بقفة رمضان. باش يكونوا في العلم باللي الجمعية تبدأ بقفة رمضان، وين وزعت العام هذا تقريبا 250 قفة على الأرامل البحارة المقعدين العاجزين، وأراملهم والبحارة المتوفون. دونك هذه المبادرة القائمة تحصر من قبل أعضاء جمعية مجهزي السفن وتوزع على أصحابها، وتليها قفة مطعم عبر سبيل، واللي توزع تقريبا مويان تاع 250 وجبة يوميا، مرافقة بتوزيع الوجبات على مستشفى الكاروبي. وهذه المبادرة يعني نشكر القائمين عليها، وهي تسجل على العام الثاني على التوالي كما ذكرت وسبقت، وان شاء الله ندعيوا للخير على القائمين على هذه المبادرة، وربي يبارك لهم في رزقهم ان شاء الله، ومن خلالكم ان شاء الله تتعم هذا الخير ويكون تلاحم والتآزر ما بين الشعب الجزائري خاصة في مثل هذه المناسبات. وبارك الله فيكم. المطعم فيها يوفر وجبات على الطاولة، ووجبات محمولة للمستشفيات ولدوي الحقوق اللي يجيو باش يديو اللي خدامين اون بوست ولا كذا باش يديو لو روبا اون بورتي، الوجبة المتنقلة. وفي نهاية الشهر الكريم نأمل بتخصيص كسوة العيد لأبناء البحرية المعوزين خاصة والأيتام لتوفى رحمهم الله.